السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة عبير الوطنية، حياكم الله جميعا، صباح الخير. أكيد بأنه ملف الاستيلاء على العقار يعني في الآونة الأخيرة خصوصا بإقليمي الناظور والدريوش عرف منعرج خطير جدا، شكاوي تملأ رفوف المحاكم خصوصا بعد ملف ما يعرف بنفع غانم ومن معاه، ملف الملياردير كذلك الآخر حكيم بوشعر، ملف آخر سمي كذلك بمافيا العقار ببني سيدان لوطا يعني تترأسه سيدة، ملف آخر الآن يطفو على السطح كذلك في قبيلة أمجاو وشكاية بالعشرات من سيدة قادمة من فاس لوضع اليد على أكثر من 145 هكتار، اليوم يعني بمحكمة الابتدائية بالناظور مع مواطن آخر يشتكي من ملياردير قيل عنه سابقا بأنه تعرض للنصب والاحتيال في أزيد من 29 مليار من طرف البنك، اليوم كيشتكي منه واحد الشخص اللي هو من الناظور ومن قبيلة بني شيكار. السلام عليكم، شنو المشكل؟ عاود لنا شنو وقع؟ تحية إعلامية السي مراد، تحية الموقع الوطني المنبر الإعلامي. احنا اليوم دابا حدا المحكمة الابتدائية كنديروا شكاية، ندير شكاية غادي تشوفوها وغادي تشوفوا المضمون ديالها، وشكاية كبيرة فيها 11 مرفق تقريبا، 11 مرفقات. هاد الشكاية ضد واحد الملياردير سميتو الحاج أحمد لاكول اللي هو أحمد الموساوي، الجماعة ديال بني شيكار في المركز ديال بني شيكار، دار واحد الترامي خطير على الأملاك ديال عباد الله، خاصة الناس اللي كانوا غايبين. كان تما واحد المسجد صغير ديال الجماعة، مشى هو هدم لذاك المسجد ودار واحد المسجد آخر كبير بزاف، ولكن الخطير في الأمر هو أنه هاد المسجد الكبير ترمى فيه على الأملاك ديال الفقراء الأصليين ديال العقار، وداك المسجد للأسف الشديد بما أنه بني على باطل وهو دابا مغلق كيلعبوا فيه الكلاب والمتشردين وما عنده حتى شي علاقة بسميته، كل شي عارف بأن هذا المسجد بالنسبة للصلاة باطلة، بالنسبة لأي حاجة باطلة. ندخلوا في التفاصيل، يعني فوقاش أنتم ما عرفتوا بأنه هذا السيد هذا ترامى على الأرض ديال الناس المجاورة لهذا المسجد اللي كتقول؟ يعني احنا عندنا سميته التصميم ديال التنمية ديال المركز كيبين الحجم ديال المسجد السابق، فيه واحد المساحة معينة، شمال كاين الزنقة، الجنوب كاين قطعة أرضية، دابا ما بقات لا زنقة لا قطعة أرضية ولا الشارع من الناحية الخلفية، الشارع خلاف المواصفات ديالو يعني ما كينسجمش ما كيتوافقش مع التصميم اللي كاين، الشارع فيه 12 متر ولكن ملي كتمشي كدير دابا حاليا الواقع كتلقى 8 متر، يعني واحد الترامين لا بالنسبة للأملاك ديال العباد لا بالنسبة للأملاك الجماعية اللي هي شوارع وزيتار وحتى سميتو المجرى ديال الواد الحار، يعني استيلاء كامل على الأملاك الخاصة والعامة باش يدير هو يدير تفرعين، هنا كنهضروا على التفرعين ما كنهضروش على شي حاجه دينيه ولا كذا، دار مسجد بواحد القيمه ديال مليار ونص ولا اكثر، في النهايه المسجد مبلع. قلتي مبلع، شنو هو السبب ديال يعني الاغلاق ديالو؟ كاين نزاع قضائي من ناحيه الشمال، دابا حنا كنديروا شكايه من ناحيه الجنوب لاستيلاء على قطعه ارضيه بمساحه 300 متر، الملك ديالها ولا الملكة ديالها الأصلية امرأة وحيدة عند الأب ديالها واليتيمة خدا ليها هاد يعني هاد السيد هذا خدا الحق ديال الناس، الحق ديال الضعفاء، واستعمل السلطة يعني كنقولوها ديالو يعني السلطة والتفرعين حسب اللي جا على لسانك باش يبني مسجد في الملك ديال عباد الله، ومن بعد هذا المسجد هذا ما تفتحش من فوقاش تبنى. استغل 2008 واستغل 2008 استغل الغياب، غياب هنا كنهضروا على غياب سياسي معروف اللي هو
طرد المرحلين من الجزائر. الناس كانوا في الجزائر، هاد المرأة كانت في الجزائر، استغلوا الغياب ديالها، تراموا على العقار ديالها، ماشي غير تما بجموعة ديال البلايص، ولكن كنهضروا على هاد السيد اللي ترامى على قطعة أرضية ديال 300 متر مربع باش يدير مسجد. واش في نظر الرأي العام ولا المتتبعين ممكن أنه يدار مسجد على أرض مغتصبة؟ وهاد السيدة قلتي لي يعني الحالة الاجتماعية ديالها؟ أفقر ما يكون، أفقر ما يكون. على هذا الشيء الناس كيتطاولوا على العقارات ديال الناس، لأن هاد الأصليين ما يقدروش يدافعوا، وللأسف القضاء أحيانا كيساعد في هاد الباب. عاشور العمراوي، أنت فاعل يعني حقوقي ومهتم بالشأن المدني، وكذلك هنا يعني رفعتي شكاية، شنو ممكن تقول لنا في الآونة الأخيرة هاد الشيء اللي صار في الناظور؟ الناس راه كيديو الأراضي والبلاد ديال عباد الله. هادشي الصراحة يعني السلطات كانت مرخية في الأول، وسمحات للمواطنين باش يرتكبوا هاد المجازر في حق العقار، في حق العقار ديال الغير، في حق العقار ديال الجالية، في حق العقار ديال الناس المتغيبين، داروا الكارثة. دابا باش يتصلح هادشي خاصو واحد السياسة يعني قاسية جدا، ولكن في نفس الوقت كاين الضحايا، لانه كاين الناس كوبريين بغاو يديروا شي حاجه ديالهم، مثلا وثائق كذا، ولا يبيع شي قطعه ارضيه ما يقدرش، لان الروبيني تسد، وزاره الداخليه جات وسدت الروبيني، ما يقدر حتى شي واحد حتى يصفيو هذا الملف. هذا الملف ثقيل بزاف، ولكن نحن كنحملوا المسؤوليه للسلطات اللي ساهمت في هذا الشيء بالرخوه. هذا الشيء وقع في بني شيكار، بني شيكار فرخانه كارثه، يعني نقطه الفساد في بالنسبه للعقار بني شيكار. وحتى انا سمعنا بان يعني مجموعه من الموظفين اللي كانوا يعني مسؤولين على المصادقه على الوثائق، هذا الملف اصلا راه تحكم مؤخرا، يعني بزاف الناس حكموا عليهم بربع سنين خمس سنين د الحبس. حتى انا سمعنا في بني شيكار انه غياب الرئيس الان يعني خارج التراب الوطني فوضى يعني عارمه كتشهدها المنطقه. وحنا كنقولوا اللازمه ديال الرابع الديمقراطي بن علي هرب، اول حاله ديال الرئيس هرب في الجماعه ديال بني شيكار، بمعنى انه متورط حتى للنخاع. مجموعه ديال الملفات هو ساهم في هذا الفساد اللي كاين، كان كينسق مع هاد الناس. في الاخر هرب، وما كنعرفوش دابا شنو كيفاش زعما هاد السلطات القضائيه ما قدرتش تضبط المكان ديالو الاعتقال ديالو. هاد الشيء كيعتبر كارثه. وهاد النقطه ديال سميتو ديال ملفات العقار بني شيكار بشكل خاص كارثه، يعني زعما بمعنى الكلمه، في اطار الكارثه اللي كيعرفها اقليم الناظور واللي مشى فيها مجموعه ديال الناس ضحايا. كاين الناس ديال الخارج كيمشي كيشري قطعه ارضيه كيمشي بحالاته كيرجع كيلقاها مبنيه. هذا هو الاشكال الكبير، هذا ملكيات، بنادم عنده ملكيه ديال 50 60 سنه كيجي كيلقى فيها اربعه د الملكيات اخرين جداد. شكون اللي كيعطي الشواهد الاداريه؟ شكون الطبع ديال من هذه السلطات؟ يعني السلطات متورطه وخصها دير الحل لهاد الناس هذا. شكرا جزيلا. اذا اخواني اخواتي حياكم الله جميعا، كنا معكم امام المحكمه الابتدائيه شكايه من مواطن فقير من ملياردير. قصة غريبة الصراحة، أنه باش تدي ديال عباد الله باش تبني مسجد، والمسجد من 2008 وهو مغلوق. هذا ما يسمى بالعبث. وتحية، كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.